هناك حراك إسرائيلي نشط بخصوص الاعتقالات. نعم، عملية الاعتقال لم تقتصر فقط على مستشفى القدس. شاهدنا صور نشرها الجيش يقوم بالاعتقال داخل المدارس التي تتبع للأونروا، ويقوم بتكبيل أيدي الشبان وتعصيب أعينهم ونقلهم عبر دبابات وآليات، وأيضا عملية الاعتقال في محيط المشافي. إضافة إلى ذلك هناك بوابات إلكترونية وضعها الجيش الإسرائيلي في طريق شارع صلاح الدين، حيث يقوم بتفتيش هويات الشبان واعتقال بعضهم ووضعهم في حفرة كبيرة ومن ثم نقلهم إلى الداخل الإسرائيلي. هو يريد جمع أكبر عدد من الأسرى ومن الشبان الذين يتم اعتقالهم خلال العملية العسكرية، يريد يعني العودة إلى أعداد كبيرة من المعتقلين والأسرى من أجل إبرام صفقة أسرى مع حماس أو من أجل تحقيق أهداف عسكرية هدفها هو جمع الشبان هؤلاء، وأيضا الضغط على حماس والفصائل من جانب لإحراجهم وتسليم الأسرى الإسرائيليين الذين بحوزتهم. لكن يعني بطبيعة الحال محمد، يعني بحسب دائما تكون للشبان، يعني بحسب ما يعلن الجيش الإسرائيلي، بطبيعة الحال هؤلاء هم إما نازحون إما أهل لمرضى وجرحى أو ضحايا في هذه المستشفيات. بطبيعة الحال هذه هي الصورة، وإما جرحى أيضا، هناك جرحى تم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي في محيط بعض المشافي. وحسب شهود العيان فإن الجيش الإسرائيلي قام باعتقال أحد الشبان الذين هم مصاب بطلقات نارية في القدمين، وتم مروره عبر شارع صلاح الدين عبر عربة. أوقف الجيش الإسرائيلي عائلته وهم يقوموا بسحبه عبر عربة، وتم اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة إلى الشرق من مدينة غزة ومن ثم إلى الداخل الإسرائيلي. عمليات الاعتقال ليس مقتصرة فقط على أماكن العمليات العسكرية فحسب، بل هناك اعتقالات أيضا في الممر الآمن الذي يقول الجيش الإسرائيلي أنه آمن ويدعو السكان للنزوح من خلاله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.